لغايه الان ما شاء الله تقاليد كلها ممتازه، واشكركم اعرف ان في جهود كبيره جدا من جهتكم لانجاح المبادره. انا عندي بس ثلاث توصيات ودي اقولكم اياها. التوصيه الاولى البيانات، التوصيه الثانيه البيانات، التوصيه الثالثه. أما الآن فهي بتتكون من ثلاث أقسام ومن ثلاث شعب ومن ثلاث إدارات وهكذا حسب الوضع.